مرت العديد من العداوات الشرسة في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة، ولكن لم نرى أبدا عداوة كهذه، عداوة بين زميلين سابقين. فكيف انتقلنا من هنا إلى هنا؟ الجواب هو هذا الرجل. من عام 2010 إلى عام 2016 كان يعد فريق ألفا ميل كأقوى نادي في عالم الفنون القتالية المختلطة للأوزان الخفيفة، وكان يضم عدد هائل من الأسماء اللامعة والأبطال كبطل WEC السابق وأسطورة UFC يورايا فيبر، والذي هو أيضا مالك الفريق، وبطل وزن الديك السابق تي جي ديلاشو، وبطل وزن الديك السابق كودي جاربرانت، وبطل بيلاتور والNCAA السابق لانس بالمر، وبطل سترايك فورس السابق كلي غويدا، واحد أشهر المقاتلين في تاريخ وزن الريشة تشاد ماني مينديز، والعديد من المقاتلين الآخرين. وفي عام 2012 قرر يوراي فيبر أن يجلب مدرب جديد إلى النادي، واختار يورايا مقاتل UFC السابق دوين لودويج. ورغم من أن الفريق كان يمتلك منذ فترة طويلة مجموعة من المنافسين الأقوياء، تمكن الفريق من الذهاب في 17 انتصار على التوالي بعد تولي دوين لودويج لمنصب المدرب، بعد أن شهدنا ارتفاع ملحوظ في مستوى الكيك بوكسينج لمقاتلين يعتمد أسلوبهم بشكل أساسي على المصارعة كتشاد مينديز وجوزيف بنيفيديز. ورغم أن جميع المقاتلين في تيم ألفا ميل استفادوا بشكل كبير من خبرة وتدريب دوين لودويج، كان هناك مقاتل واحد تمكن من تأسيس رابط قوي جدا معه وجعل أسلوبه القتالي مبني بشكل أساسي على تعاليم دوين لودويج، وهذا المقاتل هو تي جي ديلاشو. ولكن في عام 2014 خرجت إشاعات عن انفصال تيم ألفا ميل ودوين لودويج، والسبب هو أن لودويج كان يريد العودة إلى مسقط رأسه في دنفر كولورادو وإنشاء فريقه الخاص هناك، وهذا الانفصال كان من المقرر حدوثه في اليوم التالي من نزال تي جي ديلاشو ضد بطل وزن الديك آنذاك هنان براو. وكان براو آنذاك يعد كأشرس مقاتل في UFC، وكان قادما من سلسلة انتصارات أسطورية 32 انتصار على التوالي، ولم يعتقد أحد آنذاك أن ديلاشو سيتمكن من تهديد براو أو حتى الاقتراب من منافسته. ودخل ديلاشو إلى القفص برفقة مدربين تيم ألفا ميل، وكان دوين لودويج مدربه الرئيسي. وعندما بدأ النزال حدثت إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة، وجلب تي جي ديلاشو أول حزام UFC في تاريخ نادي تيم ألفا ميل. وبعد النزال رأينا قوة العلاقة بين ديلاشو ولودويج، وترك دوين الفريق بعد هذا النزال وعاد إلى مسقط رأسه في دنفر كولورادو، وأسس نادي مويثاي يسمى لودويج مويثاي. ودفاع ديلاشو الأول عن حزامه كان نزال عودة ضد هنان براو، وتم حجز هذا النزال لأن معظم الجماهير اعتقدوا أن فوز ديلاشو كان مجرد ضربة حظ. ولهذا المعسكر قرر ديلاشو أن يبقى مع فريق ألفا ميل، ولكن في نفس الوقت كان يسافر إلى دنفر لتدريب مع دوين لودويج. ورغم أنه لم يترك الفريق فقد أزعج هذا مالك الفريق يوراي فيبر والمدرب الرئيسي الجديد مارتن كامبمان، ولكن صرح ديلاشو أنه على علاقة جيدة مع فيبر. وبعد إصابة براو أسبوع قبل موعد نزال العودة، دخل جو سوتو ليواجه ديلاشو وأنهى تي جي في الجولة الخامسة. وبعد 4 أشهر خاض نجم تيم ألفا ميل الصاعد كودي غاربرانت نزاله الأول في منظمة UFC. وفي 23 من مايو من عام 2015 عندما وقعت UFC عقدا مع ريبوك مما منع المقاتلين من جلب الرعاة، قرر ديلاشو أن يترك وكالة MMA إنك، والتي كانت هي الشركة التي ترعى فريق تيم ألفا ميل. ورغم أنه لم يترك الفريق كان من الواضح أن العلاقة بدأت تنهار بين ديلاشو وتيم ألفا ميل. وفي شهر يوليو من عام 2015 بدأ موسم The Ultimate Fighter الجديد، وكان مترأس من قبل يوراي فيبر وكونر ماكغريغور. ورغم أن هذا الموسم من مسلسل The Ultimate Fighter لم يكن سينتهي بنزال بين فيبر والمدرب المنافس كونر ماكغريغور، لم يخل الموسم من اللحظات الممتعة والمليئة بالتوتر بين الفريقين، وكان أبرزها الشجار الذي اندلع عندما بدأ ماكغريغور في التشكيك في مكانة ديلاشو مع فريق ألفا ميل، واتهم ماكغريغور ديلاشو بخيانة فيبر بعد أن ذهب لدنفر للتدريب مع لودويج وأعطاه لقبه الشهير Snake in the Grass. There's a little snake in the grass right there. تجاهل فيبر كلمات كونر، ولكن كودي غالبرانت كان غاضبا وحاول الهجوم على كونر ماكغريغور للدفاع عن زميله في الفريق تي جي ديلاشو، لكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يثبت ماكغريغور أنه كان على حق. وبعد أشهر قليلة ترك تي جي ديلاشو تيم ألفا ميل بشكل رسمي وانضم إلى فريق إليفيشن في دنفر ليكون بالقرب من مدربه دوين لودويج. وحدث ما قاله كونر ماكغريغور وأرسل تغريدة قائلا أنا أتوقع هذه الأشياء. وخرجت إشاعات بعدها أن فيبر منع ديلاشو من الدخول إلى تيم ألفا ميل، وهنا كانت بداية العداوة بين تي جي ديلاشو وتيم ألفا ميل. وفي أول معسكر في مسيرته بدون تيم ألفا ميل سحق ديلاشو رينان براو في نزال العودة وقضى عليه في الجولة الرابعة ودافع عن حزامه
للمرة الثانية، ولكن بعدها بستة أشهر خسر ديلاشو حزامه ضد أسطورة وزن الديك دومينيك كروز في نزال قريب جدا أعتقد الكثير من الجماهير أنه كان يستحق الانتصار به. وفي ذلك الوقت تمكن فتى تيم ألفا ميل المدلل كودي جاربرانت من جلب 5 انتصارات متتالية، وأربعة من هذه الانتصارات أتت عن طريق الضربة القاضية. فقرر دانا وايت إعطائه فرصة لمنافسة البطل الجديد دومينيك كروز في 30 ديسمبر من عام 2016، وتمكن كودي من كسر عقد التيم ألفا ميل مع دومينيك كروز وهزمه عن طريق قرار حكام مسيطر للغاية. ومباشرة بعد هذا الانتصار حجزت اليو اف سي أكبر نزال في تاريخ وزن الديك، كودي جاربرانت ضد تي جي ديلاشو. وأشعلت نار هذه العداوة بعد أن قال ديلاشو أنه جعل كودي يبكي في التمارين عندما كان في تيم ألفا ميل، ورد عليه كودي بلقطة وهو يسقط ديلاشو على الأرض بلكمة يمينية. وبعد أن رأى دانا وايت شدة العداوة بين هؤلاء قرر أن يجعلهم المدربين في موسم The Ultimate Fighter الجديد. ورأينا في هذا الموسم التوتر الذي دار بين المعسكرين، خصوصا ديلاشو لأنه كان ينافس للمرة الأولى في مسيرته الفريق الذي جعله بطلا. وهنا رأينا ذروة العداوة بين تي جي ديلاشو وكودي جاربرانت. وكان من المقرر أن يحدث هذا النزال في 23 من مايو من عام 2017، ولكن تم تأجيله إلى 4 نوفمبر بسبب إصابة كودي جاربرانت. وفي أسبوع النزال أخيرا تقابل العدوين اللدودين، والشيء الذي أشعل العداوة أكثر هو اتهام كودي لتي جي بتعاطيه المنشطات. وكان الجميع يتساءل هل يدافع كودي جاربرانت عن حزامه للمرة الأولى أم يتغلب تي جي ديلاشو على زميله السابق؟ هل ينتصر تيم ألفا ميل أم يثبت دوين لودويج أنه المدرب الأقوى؟ وبعد جولة أولى جنونية تمكن فيها جاربرانت من أذية ديلاشو أسكت تي جي ديلاشو العالم في الجولة الثانية. واستعاد حزامه الذي خسره ضد دومينيك كروز. ولم يتقبل كودي ما حصل في هذا النزال وقال أنه خسر بسبب غضبه واندفاعه بتهور. فحجزت اليو اف سي نزال العودة في 4 أغسطس من عام 2018، وكان من الواضح أن العداوة بينهما لم تنتهي. This time he can tell me how the campus smells at the Staples Center instead of Madison Square Garden. That's fine. You had to get help to your corner on the first round, so hey. Yeah. I came off the couch and dropped your ass. Oh, yeah. What are talking about? All right, bitch. That's why you had to... 11 months inactive. Yeah, exactly. But I'm here with you. If Uriah wasn't score, holding on to your coattail so bad, you wouldn't have broke your back. Run it back. Little fucking broke back. You get to run it back. ولكن هذه المرة لم يستغرق ديلاشو أكثر من 4 دقائق و10 ثواني لإنهاء كودي جاربرانت، وأثبت تي جي أنه البطل الحقيقي لوزن الديك. وبعد هذا النزال انهار كلا المقاتلين، فقد رأينا ديلاشو يخسر ضد هنري سهودو في أول 30 ثانية بعد نزوله إلى وزن الذبابة. والشيء الذي زاد الطين بلة هو أنه عاد فحص المنشطات الخاص به إيجابي لمادة الـ EPO، فتم إعطائه عقوبة لمدة 2 من قبل يوسادا. أما كودي فلم يتعلم هذا المقاتل المتهور من أخطائه السابقة وأرسله بيدرو مونيوز إلى النوم بعد اندفاعه بشكل غريب جدا. ولكن يبدو أن كودي جاربرانت القديم قد عاد بعد أن أرسل رافائيل أسنساو إلى النوم. فبرأيكم من كان على حق، كودي جاربرانت وتيم ألفا ميل أم تي جي ديلاشو ودوين لودويج؟